إنه القرآن يعطيك من أمل الحياة تفاؤلا ويمد قلبك طاقة وتفاني. إنه القرآن يريح نفسك من عناء همومها لتعيش حياة النور والإيمان. كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استبانا. نظام الدين والدنيا معه، وماذا يكون الناس إن فقدوا النظام، وما نفع الحياة لكل حي إذا ما أصبحت داء عقاما. كفى بكتابكم يا قوم طبا لمن يشكو من الأمم السقامة. كتاب يملأ الدنيا حياة وينشر في جوانبها السلامة. القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أيتصدع الجبل؟ أيشعر الجبل؟ أيحب الجبل؟ قال ربنا ذلك. وسيدنا رسول الله حينما وقف على أحد قال إيه؟ أحد جبل يحبنا ونحبه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نعيش مع الختام مع فضيلة الدكتور عبد الناصر حرك ملك المقامات. ألقاب والله حقيقة هي صادقة وليست مفتعلة، وملك الإحساس ومحرك القلوب. تشعر بالقرآن حينما يقرأ كما شعر به رسول الله. اقرأ يا ابن مسعود. أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل. وقد آتى الله ابن مسعود مزمارا من مزامير داود. اقرأ يا ابن مسعود فإني أحب أن أسمعه من غيري. ويقرأ ابن مسعود ويقف عند قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هنا يقول رسول الله: حسبك يا ابن مسعود. فإذا عيناه تذرفان يبكي رسول الله لسماع القرآن يا سادة. فأسأل الله أن يجعله ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. مع فضيلة الدكتور عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم.
أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الله يمن عليكم
أن هداكم للإيمان إن كنتم قول
تستعجلش علينا الله يرضى عليك. ايدك علم على ايه الجمال ده يا باشا؟ الله يحفظك. الله يبارك فيك يا عم. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وعندنا كتاب خفيف. بل كذبوا بالحق لما جاء. فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها فروج وعلى
العمليات في الشيخ غلوش. طيب خلاص بقى كده الرابط رمسية اهي خلاص الوقت كده. الوقت لا بتاعنا كل ده يا جماعة. معلش يوم ايوه يوم القيامة ان شاء الله هنسمعها لك. احنا مش فلاحين احنا بنبكي. هيسمعها لك. انت بتسمعني دلوقتي اقعد بس. وألقينا فيها رواسي ربنا تقبلنا جميعا ربنا تقبلنا جميعا حاضر سعيك مشكور سعيك مشكور حاضر حاضر أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف وزيناها كيف بنيناها وزيناها تبصيرا تبصيرا وذكرى لكل عبد منيب ربنا يرضى عنا جميعا لا
الحمد ولله الحمد ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم رب الذي خلق وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم يا قارئ القرآن صوتك بلسم يزداد فيه العاشقين تشوقا جودت قول الحق حين تلوته أشبعت كل السامعين تذوقا وهكذا أخوتنا أخوتي الإيمان والإسلام قد شرفنا باجتلاء ذلكم العالم القرآني وفخر قراء
مصر العربية ومحافظة الغربية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق ملك المقامات وقارئ الإبداع الأول بمصر والعالم الإسلامي ابن محافظة الغربية والمقيم بمدينة القاهرة. نقل توزيعة المسامح حضراتكم من إحدى وحدات الإذاعات المحلية فاتكة الأولى وكبرى شركات الصوت في محافظة التقهلية ومركز السلم الأمين لصاحبها المتوكل على الله الحاج حسن العناني وأولاده مقيمين بالزوري مركز السلم الأمين مخازن فراش وخبرة الحديثة وقصر الضيافة المتنقلة وطاقم الخدمة والضيافة فاتكة الأولى وكبرى مخازن فراش في محافظة التقهلية ومركز المنصورة صاحب المتوكل على الله البشمهندس سياسر الحلباوي مقيم بتلبانة مركز المنصورة أخوة اليمن والإسلام في ليلة عزاء وتكريم المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم عم الحاج أبو سيف أحمد أبو سيف تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة عائلة أبو سيف وأقاربهم وأنسابهم تقدمون بخال الشكر والتقدير إلى كل من تقدم إليهم بالعزاء وشكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.